المدينة بتاعتنا بقالها فترة في حالة اضطراب. في جرائم قتل غريبة ومفزعة ابتدت تنتشر لدرجة انها تعدت 6 جرائم قتل، وده سبب حالة من الذعر عند الناس. الغريب انه القاتل لحد دلوقتي لسه مش معروف، مفيش اي ادلة او خيوط نمشي عليها. انا كنت بحقق في الموضوع ده بنفسي، كنت سهران على اخر ملف قضية جات لنا، مقتل عامل البريد عبد العزيز عثمان. فريق البحث الجنائي بعد بحث مكثف لقوا جثة هامدة في بحيرة متطرفة في منطقة مهجورة. وضع الجثة نفسه ما كانش عادي، الجثة كانت متكتفة من ايديها ورجليها وراسه مربوطة بكيس اسود. مع التحقيقات عرفنا من زوجة عبد العزيز انه مختفي بقاله يومين. الوضع في المدينة بقى صعب، وده نتج عنه ان ناس تقيلة او كبيرة في الدولة بدأت تتدخل. النهاردة بقى مش قصة واحدة، قصتين، وقصتين من أغرب ما يكون من حكايات العالم الثالث، واللي بيكتبها طبعا صديقي العزيز محمد سيد علي. فيلا بينا نشوف القصتين بتوع النهاردة، وركزوا كويس جدا علشان القصص مش سهلة. وكالعادة أنا محمد خيري، وده برنامج الراوي. ما كنتش عارف اوصل لاي حاجه تخص جرائم القتل دي، لحد ما صادفت شيء على الفيسبوك كان هو بدايه كل حاجه. ما كانش بوست عادي، ما كانش منشور عادي، كانت قصه مكتوبه لكاتب اسمه عبد الرحمن عرفه. الكاتب ده عنده اكتر من 200 الف متابع. الغريب انه مع كل تحديث للصفحه بتاعته بيجيله اكتر من 1000 متابع جديد. ولما قريت شويه في القصص اللي بيكتبها عرفت ليه بيجيله كم من الناس دي. القصه الاولى اللي صادفتها وقريتها عنده كانت بتحكي عن عامل بريد بيموت بطريقة مشينة عند بحيرة، والقاتل بيتلذذ بموته. ده غير انه واصف ان الجثة اتربطت من ايديها ورجليها وتلف حوالين راسها كيس بلاستيك اسود. ابتديت تربط؟ مش ده بس اللي لفت انتباهي. بعد ساعة كاملة تدوير وقراية في القصص بتاعت عبد الرحمن ده، لقيت ان الست جرائم اللي قبل عبد العزيز عثمان كان عبد الرحمن كاتب نفس القصص اللي بتشرح طريقة موتهم بالظبط. الغريب عنده كانت التعليقات، في ناس بتأيد القصص دي وشايفة ان الشخص ده بينجم، وفي اللي شايف ان هو مجرم وقاتل. فضلت ادور على صور للكاتب ده، ما لقيتش غير صورة واحدة بس. اللي كنت مستغرب منه جدا ان الشخص ده كاتب كل حاجة او كل تفاصيل شخصية عنه، لدرجة ان هو تقريبا كاتب عنوانه بالكامل ومش خافي هويته خالص. جريت على اوضتي واخدت الجاكيت بتاع البدلة وانا بتصل بحسام صاحبي في الجهاز. حسام ما كانش بيرد عليا، رحت المركز واخدت قوة واتجهت للعنوان. خبطت على الباب علشان الاقي نفس الشخص ده بيفتح لي وهو بيبتسم. طلع بصلي كده وما بيردش، بيبتسم بس. قلت له استاذ عبد الرحمن محتاجين حضرتك معانا. بصلي بابتسامة باردة جدا ولقيته بيقول لي بخصوص ايه؟ قلت له هتعرف في المركز. قال لي طب ممكن تديني ثواني اودع الاولاد والمدام؟ قلت له اتفضل. ما عادش اكتر من دقيقه ولقيته خرج. ركب معايا العربيه في هدوء شديد جدا، في نفس الوقت غريب جدا. وبمجرد ما وصلت المركز لقيت حسام هناك. لما شافني وانا معايا عبد الرحمن لقيته مصدوم ومتوتر. وبمجرد ما دخلت المكتب ولقيت تليفوني بدا يرن كتير جدا، وتليفونات من الوزاره والصحفيين. كنتش عارف خالص الناس دي عرفت منين، بس عرفت من الصحفيين اللي كانوا واقفين بره ان عبد الرحمن كاتب على صفحته انا بيتم القبض عليا. دخلت المكتب كان حسام قاعد بيتكلم معاه، بس بمجرد دخولي سكت. انت كتبت كده ليه يا عبد الرحمن؟ رد عليا بنفس الثبات وقال لي هو احنا مش في اسم؟ قلت له اه في اسم. قال لي يبقى انا اتقبض عليا، فين المشكله؟ انا ما كدبتش. ضحكت وبصيت لحسام وانا بقول له شفت يا حس؟ لو بنهتم بالسوشيال ميديا كان زماننا قفلنا القضيه دي من بدري. حسام كان ساكت ومش بيتكلم عكس عادته. كنت مستغرب جدا بس ما اهتمتش. وجهت كلامي لعبد الرحمن وقلت له قتلتهم ليه؟ ما ردش عليا، فقلت له وانا لما اكلمك ترد عليا قبل ما اخد النفس التاني، ودي نصيحتي ليك. لقيته بيرفع حاجبه وبيقول انت بتكلمني انا؟ اصلك جبت سيره قتل ومش عارف ايه، وانا معرفش بصراحه انت بتتكلم عن ايه.
ولعت سجارتي واخدت نفس واتكلمت. هنبدأ. واضح انك ما تعرفش مين ادم رشوان. انا مش هعيد سؤالي تاني، وصدقني انت مش هتخرج من هنا الا على جثتي. خلصت كلام علشان الاقيه بيضحك بجنون جدا، وبعدين بيبص لحسام وبيقول له مين ده يا حسام؟ حسام بص لي وما اتكلمش. علشان اتكلم انا قلت له هو يعرفك منين؟ يعرفك منين ده يا حسام؟ كمل ضحك وقال ايه يا حسام، هو كلكم في العيله مستعرين مني ولا ايه؟ مش قايل له ان ليك ابن عم مثقف وكاتب كبير؟ ابن عمه؟ ابن عمك ده يا حسام؟ حسام هز راسه بخجل شديد. فرنيت على الجرس. عصام خد المتهم على الحجز لحد ما نديله. وبقيت في المكتب انا وحسام. ما قلتليش ليه انك شاكك في ابن عمك يا حسام، مع انك معايا من اول القضيه؟ ولع سيجارته وبصلي وقال ادم انا زيك دلوقتي، اتفاجئت بدخوله عليا. عبد الرحمن طول عمره مجنون، بس جنانه ما يوصلش للقتل. قلت له لا انت تقعد كده حسام وتحكي لي، احكي لي كل حاجه يا حسام. ادم صدقني انا معرفش عنه اي حاجه، معرفش غير انه عايش في حاله فقر شديده، من صغره بيجري ورا حلم الكتابه والشهره لحد ما اتجن. كل حاجه بيكتبها ما كانتش بتوصل، وحلمه راح، بس ما توصلش للقتل يا ادم صدقني. طب يا حسام انا متاكد ان هو الجاني، لو هتحس بشفقه او عاطفه ارجوك ما تحضرش التحيات، دي قضيه راي عام. بعد دقايق ناديت على المتهم ودخل. ها فكرت في سؤالي؟ انهي سؤال؟ قتلتهم ليه يا عبد الرحمن؟ بس انا ما قتلتش حد. وتفسر بايه جرائم القتل دي، خصوصا ان كلها بتحصل بعد يومين بس من كتابتك للبوست؟ ضحك بسخريه وقال وده اثباتك ان انا بقتل؟ طب ليه ما يكونش قارئ ليا بيعمل نفس اللي بكتبه، خصوصا ان انت بتقول بيعملها بعد يومين؟ ثم هو واضح انك بتفكر اني كاتب القصص دي قبل الحادثه. لا انا كاتب القصص دي من 10 سنين، 10 سنين على رفوف المكتبات. تقدر تروح اي مكتبه هتلاقي كتاب اسمه حكايات قاتل، ممكن ما تلاقيهوش علشان ما حدش بيشتري لي كتب، ودار النشر قالت لي ان عدد اللي اشتروا كتابي لا يتجاوز 50 شخص، وعلشان كده فسخوا العقد، فقررت اني انشر حكاياتي للعامة بدون مقابل، وده بعد ما كل دور النشر رفضت تتعامل معايا. كده بقى انت قدام احتمالين. الاحتمال الاول ان حد من الاف اللايكات اللي عندي اللي بتتابع القصص يكون هو القاتل، وده صعب جدا تجيبه. اما الحل التاني هو مع الاسف الشديد انت مضطر تدور على 50 قارئ، 50 قارئ اعجبوا بالكتاب واشتروه، وممكن يكون فيهم اللي بتدور عليه. ولعت سجارة من الغيظ واندفعت وقلت له انت شكلك عايز تطول هنا. ورد وقال مش فارقة كتير، انا عارف اني هخرج، وعلى فكرة انا عامل خاصية ان القصص تنزل متجدولة، وهتنزل كل 3 ايام. تالي الحاجة الوحيدة اللي هتبقى مزعجة لو حصلت ان النت يفصل في البيت. انفعلت وما قدرتش امسك نفسي، انهلت عليه بالضرب، ولكنه كان ثابت، والغريب انه كان بيضحك. حسام دخل هداني وخلاني اطلع بره. خرجت منفعل وركبت عربيتي ومشيت. قبل ما اوصل بيتي بحاجات بسيطه لقيت في ست بتستغيث وبتصرخ وعماله تقول حرامي حرامي. نزلت من عربيتي بسرعه علشان اشوف شاب بيجري وهو معاه شنطه، طلعت سلاحي وجريت وراه. ما كنتش عارف اجيبه علشان كده ضربت 3 طلقات من سلاحي. لقيته رمى الشنطه ونط بين احد الاسوار وجري. ساعتها وقفت مطارده لاني عارف اني مستحيل اجيبه. رجعت لها وانا معايا الشنطه، فضلت تشكرني كتير بس انا ما كنتش مركز. وروحت البيت عمال افكر في القضيه ومش لاقي حل، وبفكر في كلامه، في قصه هتنزل كل 3 ايام، معنى كده ان في قصه بكره واكيد في ضحيه بعدها. كنت بدور على موبايلي علشان اكلم المركز علشان يبقى في حراسه مشدده عليه، ولكني ما لقيتش الموبايل، تقريبا كنت سايبه في العربيه، بس قلت يمكن أكون نسيته في المركز من لهواكتي لما نزلت. روحت البيت وطول اليوم متابع صفحة عبد الرحمن عرفة لحد ما نزلت قصة جديدة الساعة 12 الظهر. القصة كانت عبارة عن اختفاء ضابط شرطة، وكان بيحكي تفاصيل خطفه. الغريب في القصة دي وتقريبا أول مرة يعمل كده إنه القصة دي ليها جزء تاني،
وفي الجزء التاني ده وعد الناس انه هيحكي طريقة موته وهيعرف الناس مين القاتل. لما قريت القصة اتصلت بحسام بتليفوني التاني، بس كالعادة ما ردش عليا. طلعت جاري على الاسم. اول حاجة عملتها دورت على تليفوني كتير لكن ما لقيتهوش. استدعيت عبد الرحمن اول ما وصلت فورا، واول ما دخل عليا وهو وشه متبهدل من اثر الضرب بتاعي سألته مين الضابط اللي اختفى عبد الرحمن او هيختفي ومين اللي هيقتله، دي اخر فرصة ليك. كان ساكت وما بيتكلمش. ضربته بالقلم، شفايفه نزل الدم، فبصلي وقال صدقني مش عارف مين القاتل، انت بتحاسبني على مجموعة قصص خيالية؟ كلامه كان بيعصبني، هدوءه وثباته مستفزين. خرجت وما كملتش التحقيق. حسام كمان ما كانش بيرد عليا طول اليوم وده قلقني، لا ده رعبني. ركبت عربيتي ورحت على بيته علشان تقابلني مراته. قلت لها حسام موجود يا علياء؟ قالت لي حسام عندكم في المركز من امبارح يا آدم. سمعت الجملة ومرضتش انفعل علشانها، فقلت لها معلش اصلا انا ما بروحش بقالي يومين. لقيتها بتقول لي حسام جراله حاجة يا آدم؟ قولي انا متابع الكاتب اللي اسمه عبد الرحمن ده، قولي حسام هو اللي مختفي لانه ما بيردش على تليفونه؟ اتصدمت من ردها، اتصدمت انها عارفة كل ده. قلت لها لا 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 مفيش حاجة زي دي، صدقيني هطمنك هو اكيد هناك. استأذنت وكروت كلامي كده علشان اسيبها وانا اصلا خايف. طلعت على بيتي وانا مش عارف فيه ايه اللي بيحصل. اول ما روحت لقيت على الباب هدية، كانت هدية مقفولة. اخدتها وفتحتها علشان الاقي كتاب اسمه حكايات قاتل، وانا بفتحه لقيت رسالة جاتلي على تليفوني، تليفون حسام اتفتح، اتصلت بيه، رد عليا حسام انت فين؟ الو حسام رد عليا. السكة قفلت. بعدها لقيت رسالة منه على الواتساب، الواتساب بتاع الرقم التاني اللي انا ما بستخدموش. كتب لي انا عندك في بيتك القديم زي ما قلت لي. بيتي القديم؟ نزلت جاري من بيتي ورحت على بيتي القديم في عين شمس. انا بقالي اكتر من 4 سنين ما رحتش هناك. قلت له ايه؟ انا ما قلتلوش حاجه. اول ما وصلت اهل منطقتي كانوا بيستقبلوني انهم زعلانين اني ما بجيش، لحد ما فتحي صاحب القهوه اللي كان بيجيلي عليها حسام زمان اتكلم وقال لي في ايه يا باشا؟ انت يوم وحسام باشا يوم، هو في ايه؟ قلت له هو حسام جه؟ رد وقال لي ايه يا باشا؟ ده احنا وصفنا له بيتك القديم وقال لي انك مستنيه. السود ومنيل جريت على البيت، لقيت الباب مفتوح وما كانش في حد. فضلت ارن على حسام بس ما كانش بيرد. قلبت البيت كله، حسام مش موجود. خفت، خرجت، رجعت البيت وانا واثق ان حسام جراله حاجه. الخبر انتشر والشك في عبد الرحمن ده ما بقاش في محله ابدا، بس انا الوحيد اللي شاكك فيه، مفيش اي حاجه تثبت اللي بقوله. فضلت في المركز يومين وهم بيدوروا على حسام، ما بنروحش بيوتنا ما بننامش، لحد ما جالي اوامر بعد يومين ان عبد الرحمن يمشي من المركز، لان الصحافه بدات تتكلم وتسال هو موجود ليه. ما كنتش موافق انه يمشي، كنت بعارض وبناطح في الامر ده مع مسؤولين كبار في الدوله. القضيه ما بقتش تابعه لبلدي بس، دي بقت قضيه عالميه. خرجت من المركز وانا متضايق هموت علشان الاقيه منزل قصه من نص ساعه بيحكي فيها مين اللي قاتل في الجريمه دي والجرائم اللي فاتت كلها، وبيحكي اتمسك ازاي. القاتل كان ضابط شرطه بيحقق في القواضي دي، كان فاكر انه هيكشفهم واسمه يسمع ويتكرم ويلمع، لدرجه انه قتل صديق عمره في بيته القديم. بعت له دعوه لبيته القديم، ولما راح هناك كان محضر له كل حاجه، بانيو كبير فيه احماض مغليه تدوب جثته، ولكن الشرطة اكتشفت ده قبل ما العظم يدوب. بعد القصة بحوالي ساعة تقريبا كنت قاعد في كافيه، ما كنتش قادر أروح، لقيت الأخبار كلها بتتكلم عن قاتل وناشرين صورتي. علياء مرات حسام نشر فيديو هو داخل بيتي القديم، وفي فيديو تاني الأثار جثة في حمام بيتي القديم. هما كانوا في المنطقة وبيستجوبوا الأهالي اللي هناك،
الأهالي اللي كلها عمالة تشتم فيها. هو في إيه؟ إيه اللي بيحصل؟ أنا ليه مطلوب القبض عليا؟ لقيت بوست من صفحة عبد الرحمن كاتب فيه: الحمد لله أنا خرجت تاني وربنا أظهر الحق. قمت من الكافيه بسرعة علشان أروح المركز وسلم نفسي وأقول إن الكلام ده مش صح، بس الشرطة كانت أسرع مني ووصلوا الكافيه. كلبشوني وخدوني معاهم. أول ما وصلت المركز دخلوني مكتب جلال سيف، ظابط ما بيطقنيش ولا أنا بطيئه. أول ما قعدت قال لي: ياه، يطلع منك كل ده يا آدم؟ بتقتل الأبرياء علشان بس يقولوا آدم رشوان؟ آدم أكفأ ظابط في الداخلية؟ قلت له: مجنونة جلال، أنا مستحيل أعمل كده. رمى على المكتب كتاب، كتاب أنا عارفه كويس، حكايات قاتل. وتفسر بإيه إن كل الجرائم دي لقيناها في كتاب عندك؟ أقسم بالله الكتاب ده لقيته أول امبارح على باب بيتي وما فتحتوش، أقسم بالله ما بتاعي. ضحك ولقيته بيطلع تليفون من جيبه، قعد يقلب في رسائل على الواتساب لحد ما طلع محادثة. المحادثة كانت بتقول: انت فين يا حسام؟ وهو بيرد بيقول: انا رايح البيت. ليه؟ بعت له وقلت له عايزك ضروري في بيتي القديم في عين شمس، ضروري. بعت لي: انا معرفش البيت. كتبت له قلت له: تعالى بس وانا هجيبك، مسألة حياة او موت. وبعد شوية هو بعت: انا وصلت، انت فين؟ تليفونك مقفول ليه؟ يا ابني انت فين؟ انا هقعد اسأل الناس يعني؟ انت قلقتني. بعد ما قريت الكلام ده اتنهيت وبصيت في عين جلال اللي كلها شماتة وقلت له: طبعا لو قلت لك ان تليفوني اليوم ده اتسرق عمرك ما هتصدقني. ضحك وقال لي: اتسرق؟ والشهود اللي شافوك وانت هناك؟ قلت له: جلال والله العظيم اللي حبكها خلاها على مقاسي، انا بريء. اتحكم عليا بالاعدام، بقيت مكروه في المجتمع، اهلي اتبروا مني، ومن يوم ما دخلت السجن ما بقاش فيه اي زيارات. هي زياره واحده، زياره واحده كانت جايالي من ست انا معرفهاش، بس حاسس اني شفتها قبل كده. جت وقعدت جنبي: انت مين؟ ايه مش فاكرني؟ حاسس اني شفتك قبل كده. انا السبب في كل اللي انت فيه ده يا ادم. اصلا انا مش قادر اتكلم. قلت لها: انتي ازاي؟ ازاي؟ طلعت لي من شنطتها كتاب مكتوب عليه: الكاتب الاشهر في الوطن العربي عبد الرحمن عرفة. اصلا قلت لها: مش فاهم. اتكلمت وقالت: من 10 سنين اتجوزت شخص مثقف عنده حلم، حلم جميل انه يبقى اشهر كاتب في العالم. كان بس في نظري كده، ولكن ده ما كانش كفاية، اترفض وتهان واتكسر من كل المجتمع، ما كناش لاقين اللقمة، بس أنا كنت مأمنة بيه لحد ما لقيتها. حكايات قاتل، سلسلة نموذجية وخطة محكمة، كل اللي ناقصها إن الأبطال يمشوا عليها زي ما الكاتب عايز. أكتر جزء ممكن يخليها تفشل هو سرقة موبايل القاتل. لو بس أخدت موبايلك من العربية وانت بتجري ورا ابن خالتي اللي أخد شنطتي، كان الوضع ممكن يفشل. كل الجرائم دي أنا اللي نفذتها علشان حلم أأمن بيه بس زوجي العزيز. تعصبت وانفجرت وصرخت. العساكر مسكتني وأنا بقول لهم: دي اللي قتلتهم، صدقوني، سيبوني أرجوكم. الكاتب الكبير عبد الرحمن عرفة، حابين نسألك: هل فعلا الكتابة ممكن تأثر على القارئ بالسلب وممكن فعلا يتحول لقاتل؟ وعايزين نصيحة للقراء. أولا أنا بشكر حضرتك جدا أن أنت أتحت لي الفرصة أن أنا أبقى معاك. ليه لأ؟ خصوصا لو الكتابة دي متقنة ومحكمة جدا، ممكن يبقى في شخص عنده دوافع انتقامية ويعملها، ولكن أنا بكتب للمتعة مش لهدف تاني، وإلا بقى نبطل كتابة. أنا بس حابب أقول خبر حصري للتلفزيون بلدي إن رواية حكايات قاتل هتتحول لفيلم، ودلوقتي جاري العمل على السيناريو. أرجوك ربطها بالراحة. نفسك في حاجة قبل ما تموت يا آدم؟
اللي نفسي فيه عمركم ما هتصدقوه. دي كانت القصة الأولى، وتعالوا نشوف القصة التانية بتقول إيه. دخلت أوضة عم وجدي بعد ما مات بيوم. أنا نادرا ما بتأثر بموت الناس الكبيرة دي، بقول إن ده عمرهم وإنهم خلاص يعني هيعيشوا أكتر من كده إيه، وبعدين أنا خدت على كده. بس عم وجدي حكايته غير أي حكاية مرت عليا. طول عمري حاسس إن الدار دي فيها حاجة غريبة، مش عارف المذكرات دي أكدت لي شكوكي ولا أنا أصلا عايز أصدق من البداية. خدت المذكرات وقعدت على سرير عم وجدي، لقيت إقلام كتيرة جدا خلصانة وكشكول كبير. فتحت الكشكول، وخليني أحكي لكم اللي كان كاتبه بس بملخص. شغلت الأباجورة وقعدت على سريري، بفتكر اليوم اللي جيت فيه من سنة لدار المسنين. مكان منسي وبعيد عن المدينة نهائي، ومليان عواجيز وشيخوخة، كل واحد اتساب هنا علشان يقضي آخر أيامه مع ناس تشبهه، يقضيهم في ألم وخزلان. أو اليوم جيت فيه الدار ما يتنسيش. كنت واقف على الباب بره بتأمل المكان اللي هيكون ملجأي الأخير. مسكني من إيدي حفيدي حسن. خرجت مديرة المكان وجريت على ابني وهي بتقول له: أستاذ عزيز نورت المكان. رد عليها ابني وقال لها: بنورك يا دكتورة، أنا مش هوصيك على والدي، وإنتي عارفة مرضى الزهايمر، وطبعا أنا مش ناسي اللي اتفقنا عليه، بس أهم حاجة والدي يبقى عايش معزز مكرم هنا. ردت عليه وقالت له: من غير ما تقولي عزيز بيه، وبعدين شكل حضرتك صغير قوي عن التلفزيون على فكرة. فضلوا يضحكوا شوية، وبعدين لقيت اتنين ممرضين بيقربوا وهي بتقول لهم: خدوا وجدي بيه للغرفة رقم 4. مدوا ايديهم ومسكوني، شدتها بغضب، وبصيت على حسن حفيدي وانا باصص لإيده الرقيقة وهي ماسكة ايديا. شديت ايده بالراحة فاتكلم وقال لي: جد انت رايح فين؟ مسكت دموعي وانا ببص العزيز ابني، كان مكسوف مني وبيحاول يبعد بنظراته عن عيني وبيتكلم مع ابنه بعصبية: يلا حسن يا حبيبي سيب جده علشان يرتاح شوية. قالها وهو بيبلع ريق وكان خايف: انا حافظ عزيز، بس عمري ما تخيلت انه يبقى بالقسوة دي. حسن كان بيبكي وعزيز بيشيله علشان يمشي بيه. كنت مراقبهم وانا بسيب دموعي تنزل للمرة الاولى بعد 20 سنة من موت مراتي. ودخلت مع الممرضين. بعد اليوم ده ما شفتهمش تاني، ولا حتى رسالة او مكالمة تطمني عليهم. خليني ابعد عن قصتي الحزينة، الدار مش ناقصة، كلها قصص حزينة، بس الاصعب هنا مش القصص الحزينة، بس القصص المرعبة، مش من العواجيز، من المكان نفسه، خصوصا الدور الاول، وده مخصص لمرض الزهايمر اللي انا مصنف منهم. الغرفة اللي جنبي كان فيها الست فاتن، مشفتهاش غير اسبوع واحد، كنت دايما بشوفها في الجنينة، ما بتقولش غير جملة واحدة: أصوات الخدوش في أوضتي ما بتبطلش، والدم في كل مكان. أحيانا كتير وهي بتتكلم معانا تسرح وابتسامتها تختفي، وتقول إنه بيبص عليها من شباك أوضتها، بس عمر ما الدكاترة ولا الممرضين اللي هنا ما خدوا بالهم من كلامها علشان هي مريضة. ده حتى أنا طول الأسبوع ده عمري ما صدقتها. بس قبل ما تموت بيوم جمعتنا كلنا وقعدت تحكي لنا من طفولتها لحد دلوقتي، وقصتها المأساوية اللي خلتني أبكي. وساعتها أدركت إني هبكي هنا كتير، وكمان أدركت إن في كتير من الناس العواجيز اللي هنا مش مرضى، وإنهم جايين بس علشان اللي بره عايزينهم يبقوا هنا. وبعد ما خلصت الست فاتن قالت: عارفين جولي امبارح وقالوا لي إني هموت بكرة، بس أنا مش خايفة منهم. على الرغم من أني كنت قاعد بعيد وماسك جورنالي، إلا أني كنت سامع كل حاجة سمعتها وهي بتحكي لهم الحكايات المخيفة عن المكان. خلتني في حيرة أني أصدق ولا لأ. واللي خلاني أتصدم فعلا هو تاني يوم وإحنا في الجنينة شفنا الممرضين بيجروا، وخبر وفاة فاتن انتشر. حسيت برعشة مسكتني، بس مش رعشة العجز، لأ، دي رعشة الرهبة والخوف.
لدرجة إن القهوة اللي بتجيلي الصبح مرة واحدة وقعت من إيدي. الدار اتحول لميتم، الكل حزين، عدد كبير في الدار مقتنع إن اللي كانت بتشوفه كائنات ظلامية زي ما كانت بتقول. وبدأ يحصل إضراب كبير لدرجة إنه عدد من الناس العواجيز كانوا رافضين يخشوا المبنى. كنت شايف معاملة الممرضين والدكاترة ليهم بعنف علشان الإضراب اللي عملوه، بيعاملوا عجائز لا حول ليهم ولا قوة، بيعاملوهم بعنف. الأمن والممرضين بيجبروهم على دخول المبنى. من اليوم ده بدأت أشوف الدار بشكل أسوأ بكتير من اللي كنت بشوفها فيه، ولكني واخد عهد على نفسي من ساعة ما دخلت هنا إني مش هتكلم مع أي حد. بعد فترة لاحظت إن المريض اللي قاعد في الغرفة 7 بيقعد لوحده. حالته كانت شبه حالتي، بيقعد قدام البسين وهو ماسك الجورنال وما بيكلمش حد. في مرة سحبت كرسية واستندت على عكازي وقربت منه وحطيت الكرسي جنبه وقلت له تسمح لي أقعد جنبك؟ ابتسامته كانت لطيفة وقال لي طبعا اتفضل يا وجدي. بصيت له باستغراب وقلت له انت تعرفني؟ قال لي طبعا أنا أعرف كل الناس اللي هنا. قلت له طب انت مين؟ هل انا اسمي منصور وبعدك بتلات اوض يعني في الغرفة 7. ما كنتش عارف افتح اي كلام معاه، بس كنت حابب ان انا اقعد جنبه يونسني. فقلت له انا جديد في الدار واكيد قصتي سمعت 1000 حكاية شبهها، انا مش عايز احكيها، انا بس حزين على فاتن اللي كانت في غرفة 5. ساب الجورنال اللي في ايده وبصلي وقال لي ويا ترى انت مصدق ولا لا؟ قلت له الحقيقه لا، بس وفاتها غريبه، دي قالت انها هتموت بكره وماتت فعلا. ابتسامته ظهرت وهو بيبص لي وقطع كلامنا ممرض كان واقف ورايا بيقول لي غريبه يا عم وجدي، انت بتحب تقعد لوحدك كتير من اول ما جيت، اول مره اشوفك مغير مكانك. ابتسمت وقلت له اهو قاعد مع منصور شوية وديني بحاول أتعرف على ناس يا سيدي. وشه اتبدل وملامحه بدأت تتغير وبدأ يضحك ويقول لي منصور مين يا عم وجدي؟ طيب هسيبك أنا بقى مع منص حبيبك، يا ريت تخش بدري علشان العلاج، سلام عليكم. كان كلامه غريب وهو ماشي وعمال يضرب كف على كف ويقول يا رب عافيني في عقلي وصحتي. بصيت على منصور اللي كان ماسك الجورنال وبيقرأ وهو مبتسم، قلت له هو يقصد ايه الواد ده؟ ما كانش بيرد عليا ومهما اتكلم ما بيردش. قمت شديت كرسية ومشيت، وبقيت كل يوم اشوف منصور قاعد قدام البسين بس ما كنتش بروح اتكلم معاه. في يوم اخدت كرسية وحطيته وسط المجموعة اللي مقتنعة ان في حاجات في المبنى مش طبيعية. الغريبة أن كل الناس دي ناس أغنية، كانوا بيحكوا حكايات كنت بقراها زمان في روايات إدجر آلين ولاف كرافت، حكايات خيالية مقتنعين بيها. فاتجرأت واتكلمت وقلت لهم هو منصور اللي هناك ده قصته إيه؟ كلهم بصولي واللي بيحكي قطع حكايته. واحد منهم اتكلم وقال لي منصور الميت؟ هو هتكون اتكلمت معاه؟ رفعت حاجبي ميت؟ واحد تاني اتكلم وقال منصور عبد النبي ده أوائل الناس اللي جات هنا في السبعينيات، محدش هنا يوعى عليه، منصور أول واحد اتأذى منهم ومات بس محدش بيشوفه غير اللي هو عايزه يشوفه، وكلنا هنا شايفينه بلا استثناء، ومادام انت شفته يبقى أكيد بتحس بحاجة، احكي لنا احنا سامعينك. بلعت ريقي وفضلت أنفي وأقول لهم لا أنا ما بشوفش حاجة، أنا بس شفت الشخص ده واتكلمت معاه بس أنا ما بشوفش حاجة. أخدت كرسية ومشيت وقعدت بعيد، كانوا بيراقبوني كل شوية بنظراتهم، عشان كده زهقت ودخلت أوضتي. فضلت أستنى الممرض فؤاد اللي جالي، وأول ما بدأ يفك الكبسولة من الشريط ويصب لي المية قلت له هو لما قلت لك من كام يوم إن أنا قاعد مع واحد اسمه منصور كان في حد؟ رد عليا وقال لي عم وجدي انت كنت تعبان شويه بس مش اكتر، بس صدقني ما كانش فيه اي حد. لما سمعت كلامه خفت على نفسي وبقيت فعلا اراقب الاوضه، يوم عن يوم كنت بلاحظ حاجات غريبه.
بقيت أشوف منصور مش بس على البسين، ده كان بيتجول في الممر بتاعي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل. ويوم عن يوم بقيت ألاحظ إن في خربشة في الجدران، الحيطان فيها صوت خربشة، والأوضة بتاعتي بقى يظهر فيها أصوات غريبة. بس الأمور زادت بقالها أسبوع، بحلم أحلام غريبة وكمان بلاقي دم على الحيطان. امبارح صحيت من النوم مخضوض عشان ألاقي منصور في أوضتي ومعاه كيانات مخيفة، وقال لي كفاية عليك اللي شفته، أنت هتموت بكرة. قالها وخرج وما لقيتش غير ان انا اكتب. بس هل اكتب بس؟ فكرت احكي لدكتور اسمه ادهم، بالمناسبة انا بحب الدكتور ده جدا، كان نفسي عزيزي يبقى زيه، بس اعتقد ان عمره ما كان هيصدقني. لما خلصت قراية مذكراته استغربت، عم وجدي مش اول واحد يشتكي لي من ان في كيانات مخيفة في المبنى، بس هو ما كانش بيشتكي، ما كانش بيتكلم كتير اصلا، بس أنا كنت بحب أقعد معاه علشان بيفكرني بوالدي. كذا حالة شفتها هنا بتعاني من اللي بيقوله فعلا بتموت، بس ما كنتش قادر أستوعب. دخلت أوضة عم وجدي بعد ما توفى، فتحت الدرج بتاعه على أمل أني ألاقيه كاتب حاجة تانية مثلا، بس لقيت حاجة غريبة جدا في الدرج: عقار LSD. ده عقار هلوسة بيتحط تحت اللسان وبيسبب هلوسة للشخص اللي بياخده. العقار ده قادر يخليك تتخيل حاجات ما بتحصلش. كان في شكوك كتير جدا بحاول اطردها من دماغي، ان انا هل هو كان بيتكلم بجد ولا ده كان ايه. خرجت بالمذكرات وشريط الحبوب، وتاني يوم فضلت اراقب جزء من المجموعه اللي كان بيحكي عنهم عم وجدي، وسحبت كرسي وقعدت وسطيهم. كانوا مستغربين وجودي جدا، وعلشان كده هزرت معاهم وقلت لهم: تخيلوا اني مصدقكوا، انا اوضتي امبارح شفت فيها كائنات سودا. كلهم بصوا لبعض بفرحة، فرحة إن في حد مصدقهم في المبنى وإنهم ما بيتخيلوش. في وسط فرحتهم بصيت على البسين، كان قاعد عليه عطية الغفير. بصيت لهم تاني وقلت لهم: ما تعرفوش مين اللي قاعد على البسين ده؟ تكلم عم فريد وقال: ده منصور، منصور يا دكتور أدهم، أنت بتشوفه؟ فضلوا يتكلموا عن إنهم بيسمعوا خطواته في الممرات، وإنه شخص ميت من سنين. سبتهم وأنا ببتسم وقربت ناحية البسين، سحبت كرسي وقعدت جنب عطية الغفير. قلت له: مش واقف على البوابة ليه عطية؟ قال: يا دكتور هي دي النص ساعة اللي أنا بقعدها وأشم هوا. قلت له: بقى على كده أنت ماسك جورنال بتعرف تقرأ عطية؟ قال لي: آه طبعا يا دكتورة، في إيه؟ ضحكت وسبته ومشيت وبدأت أتابع المبنى. عم وجدي قال الساعة 2:30، 2:30 بيشوف شخص بيتجول في الممر. خرجت من المبنى اللي أنا المفروض أبقى قاعد فيه ودخلت حمامات المبنى التاني، وفضلت مستني لحد ما سمعت صوت خطوات. كل حسبته لقيته عطية بيتمشى في الطرقة. اتصلت بعماد، ده صديقي وظابط مباحث، حكيت له كل حاجة وقلت له إني هصور له اللي بيحصل أول بأول. وكل يوم كنت بقعد في المجموعة دي يحكولي حكايات مخيفة، واللي هي طبعا كلها نتيجة لعقاقير الهلوسة، لحد ما في يوم اللي كنت مستنيه جه. صورت فؤاد وهو بيدي عم فريد قرص LSD، وده كمان كان بمساعدة عطية. عم فريد طلب انه يشوفني ودخل لي المكتب بتاعي وهو خايف. قلت له: خير عم فريد؟ كان بيترعش وبيقول لي: منصور قال لي اني هموت النهارده. قمت من مكتبي قلت له: محدش هيلمسك وانا موجود يا عم فريد، بس اهم حاجة انام النهارده والشباك مفتوح. خرجت واتصلت بعماد. عماد كان متعود ان انا اكلمه دايما عن الشغل، ما هو كان رايح جاي علينا. قلت له: عماد انت لازم تيجي النهارده، ولما اقول لك ادخل تدخل. وقتها كان هو متخيل ان اللي بيحصل ده من نسج خيالي، بس انا كنت عارف وكنت متاكد. وقلت له ان كل ده من تدبير مديره الدار، وبتعمل كده بالذات مع العواجيز الاغنياء. قلت له: صدقني يا عماد، لو ما جيتش النهارده في واحد هيموت. فضلت قدام شباك عم فريد، طلعت موبايلي واتصلت فيديو كول بعماد، وده كان أول ما شفت باب بيتفتح الساعة 2:30. كانوا مجموعة من الممرضين وبتترقصهم مديرة المبنى. كتفوا عم فريد من رجله وإيده وحطوا مخدة على وشه، وهنا طلعت لهم صرخت من الشباك وقلت لهم: كل حاجة اتصورت، شيل المخدة.
فزعوا، كلهم كانوا مرعوبين بيبصوا لبعض بخوف. فؤاد جري ناحية الشباك وأنا ابتديت أرجع، كان بيجري ورايا. حطيت التليفون في جيبي وجريت، وفؤاد كان بينادي: عطية اقفل البوابة. البوابة اتقفلت قبل ما أوصل. وقفت ولقيت عطية وكم شخص بيقربوا عليا، ما كنتش عارف هل أقدر أخلع منهم ولا لأ. جريت ناحية الشمال، وقبل ما حد يمسكني كانت سرينة الشرطة برة. عماد اقتحم المكان وقبض على كل اللي موجودين. مديرة الدار اعترفت بكل حاجة لما لقيت ان في اكتر من دليل عليها، وسجل الوفيات عالي والتقريرات غلط. اعترفت على عزيز ابن وجدي، وانه كان جزء من اللي بيحصل هو ورجل الاعمال فاروق صديق صاحب الدار. بعد ما خلصت التحيات لقيت نفسي باخد عربيتي وبجري مع اول طلوع للشمس وبنزل المقابر. نزلت عند مقابر البساتين ووقفت على قبر عم وجدي وقلت له: أنا كمان بحبك يا عم وجدي وصدقت حكايتك. بينا تكون انتهت القصتين، أتمنى يكونوا عجبوكم. دي من سلسلة حكايات العالم الثالث من كتابة صديقي العزيز محمد سيد علي. بشكره جدا وبشكركم جدا. تنسوش تعملوا لايك وشير للحلقة، تشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين، تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير الحلقة اللي جاية، وتصبحوا على خير.